كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا باسي نكاح وشتاني كمربوط با نكاحا أو خزياني كمربوط. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. نكاح مستحب الذي جاي شرعه شتيكي محبوبة شاكة بو أوكسي كنيازي بيدي فشي هذا يعني يدل على ذلك آيات منها أم آياتي وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يعني إيوة بهاو سركان إخوتنا وأنا وهاو سريان يتشنير نشمي بيام زوجين باشا وهلوها أوانيك لبندقان يعني لا دي لكا لا كوي لكان جا كوي لكا نير بن يامي بن كبن نير كان أوزري عبدو بمية كان جوزري أمتا أواني شب الزوجين شاكا يقول له وش ما ترسلنا وانا ومثلا ليه كان ما راكن بيجن فقيرين ومعظم في برناشي ومعنا قلت له بإن يكون فقراء أقر هجاري بن يغنيهم الله من فضله خوالي فضلي خوي ودول من يانكا أياما جمع أيما وهو من لا زوج له أويك عوسري نبي جاء فيا ويعجن بين الرجال والنساء عبادكم الرجال المملوكين يعني أو فياوانيك مملوك إما أجاني النساء المملوكات وأحاديث وما أحاديث شيء لو موردا منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا عليه ما لخزوتي في غنبرك وما لجواني أقوين درودي خوالة سربيك هيش ما عشقنا نبر فقال لنا تيوت في غنبري خوالة درودي خوالة سربيك يا معشر الشبابي أي كوم لجوانان من استطاع منكم من استطاع الباعة يا من استطاع منكم إيه في معنى رواتك منكم الباعة أقر يكيق لأي وتواني باعيها به باشا جاءوا باعيا باهي شي بي ألين هلو كوشون الوادي اللي أصرى هي بي حالبي يعني باها يبوه أعوى أوقت أو باها لزور شو أنا أدفع لكتاب الفارسي فتال تعبير لي أدريتها بتواناي جنسي بوجماع يعني كسي كتواناي جنسي هي أما أن الشرع معناه كي قستردتري هي على وي تواناي جنسي تواناي بخيو كردنو بري وبردنو إدارة كردنو نفقة بيداني جني ببي همو أوانا قريتو يعني أقل كسي كتواناي إدارة كردني جني هي لهمو جنبيكو فليتزوج باجن بيري شن فإنه شنك أو زواجة أو تزوجة أو تزويجة أو تزوجة أغضو للبصري بل قنجين ترى بوشاو ليك نر ترى بوشاو مثلا لو يكتو بلي فش بسي بدين فش بسي بتقوى بيجي شاو قنجين مو أوانا أو شاتي وأحسنوا لفرجي ونقه دارا ترى بو دعوين ومن لم يستطيع فعليه بالصومي أقل كسي أن ينتواني بار روجو بقريت فإنه له يجاول شنك أو روجوة بو أو شخصة أبيت ويجاء أبيت قطع كنندا قطع شواتي با يعني قدرة الجماع با تجوهر شون قدرة الجماع ببه نقهر أو آخر هيا مثلا هر عنين آلتي بكاري أو نايك جماعك ولي هيا آلتي بكار دي بلان خرجوا أمانينية حاربين يكي كتان أخوارب منه أم جارة علي وما بالي بالي بتوفر القدرة ب هات نجي قدرة لسر مؤني زواج يعني هات شي خرج زواج أنجامي به ويجا يعني قطع لشهوة الجماع هل بعضهم دواي وأفرمي ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر يعني حر يعني إن سبيعي أزاد أتواني كوكرنا وحاصل كان بين شوار دان حر دا يعني شوار هذا في حر ببي شك أخوي تعالى فرمية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع يعني إيوة نكاح كان جن ماركا شي ماركا أويك طاب لكم أو شتيك سازقارة بحالتان لجنان يعني أو ولا زجنية كسازقار بحالك ودي يسدان دودو بيا سيسي بيا شوار شوار بي متواجبين بلي البته الدوائية بعث في واقع أقر هاتو نيتواني ترسي ويبوك عداوة بري ونابا بعداني أكبيري هل وها أبو داود وغيري ورواتي كل اللوه بي أسدي ورزاي خوايا لبيك بابي قال أسلمت أغيام المسلمان بمو عندي ثماني نسوتين لو كانت مسلمان حجر نمبو
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عزم خبنا ومصومش هشنم هيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا. فالمشوار يعني ليه أو بجربة كيف يخوت توجبي معنى لا تاشوار درستا وللعبدي بين اثنين عبدي جتوانا دوشن بياريه بين اثنتين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين وهر حر حقي ما ركذني أمتين ما قرب دوشن يك عدم صداق الحرة أو نينية بيا ما لي حريك وخوف العنة دوهم أجر جنهينية مثلا صبر كابيجة صبر كمتا دولمنا بموبولي حريك ما بي ولا ترسي بيها توشي زنا بي ليوا شن توشي زنا هي ما صلنا بي با أمتيك بينك أو ما لي كم ترتيجي على دل على ذلك قوله تعالى كفرمي ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بعض أقر يكيق لأيوا لروان قيد زروشنا ولروان قيد دارايوا تواناي نبو أن ينكح المحصنات المؤمنات أو محصناتنا حرائر لأردا أما كآفرتان حرمالكا كإيمان دار أو فمما ملكت يعني فلينكح مما ملكت أيمانكم او با ماربك او يكا او يكا لئيوا لو انا لو افرتاني ودست الراستكاني ايوا او ان ينكردو بملك من فتياتكم المؤمنات لا افرت جوان عمر ايمان دارك جاريه كان ثم قال ذلك لمن خشي العنته اجا فرمتي اما بو كسيك ترسي عنتي ببي لئيوا خب طول يعني غنى يعني فضل لمعلى مدوله من محصلات بنا حرائر ومعنى فتياتي جمعي فتاته والمنزول لا لا عفرتي مملوكية عن نتج وقوع لفاحشي زناية ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضروبين تمام شاكرني بياو بوجن حوك اسميها أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة مثلا سرنجداني عفرتك نشياوة يعني محرمين نيو هيج احتياجك نية مع شايكا أو غير جائزين أو جائز نية تواجبين شوف يا غمر دو خاصة بفرمويت إخوائي قولا فرمو آياتي لسنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم توبة إيمان داران بلي با بلي شعوكان إخوان كنترول كان يعني يغضوا يعني بقرنا ولا نظر إخوان لنظر إخوان يعني يكسر برقوة شعر المرخز نكن ويحفظوا فروجهم وبعد دارين إخوان بفارزن ذلك أزكى لهم كأوباكو خالن تربو أوان او قل للمؤمنين يعني توبه ايمان داران بل يعني في امر شيء عاد اذا ما في شيء يغض من نفسه لا اولي هنا كمحذوفه مقولي قولك في امر غض من ابصاركم عادي اخوات البقر نوا اجت انا في بلي اواني يغض من ابصارهم شن او جواب اخرني اخو امني امنات واني ان يغض وكمجزوم هو لجواب قلا مجزوم به حارد لا شن شاهد او بلي بلان اوان مثلا زور الدستور هيك خوف يا غمر جدار خلق نعوذ بالله بخصي عناك وتواجبي ولي اقرنيها لغضوها غلكا قل للمؤمنات غضوا من ابصاركم يعني لجواب اوان انا لجواب قلا كاية تواجبي شن زور شذي بو مؤمنين علي علي أما تأكرين أن شو اللي راشة أو حيلة من هنا مزور صحيحانية شنو غضو وكيف بغي غضو من أبصاركم شاعد كابلة بقصينك ولي أو غضو من أبصاركم سبب بوي غضو من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هل اللي راشة مثلا آية ثانية قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم أواني لجواب أكتب أواني ببلي لجوابي كم يانا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أما هو أم جارة والثاني دومك نظره إلى زوجته أو أمته يعني سرنجدائيني بياوة بوشنا في خياب ولا جاريك فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما أتواني إتل أو بغير فرج متفق عليها سرنجها الكويكي بأي فرج على وأما الفرج فيكره النظر إليه لغير حاجتين أن يازقنا به لأنه خلاف الأدب مثلا وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت منه ولا رأى مني إن من لو بيني نعوج لمني بيني واتاني حولت حاربين فالحرامية اللي أرواني لك والثالث نظره إلى ذوات محارمه سرجداني إنسانا
بمحرم كاني خوي يا با امتا بشو دراوكي اما تيكي دادي بشو بيكي كتير فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة يعني هرشي بيننا وكوع جنون بي اتوانت ما شايكا شو خايف على فرميتي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن يعني من جنان حق يعني زينتي خوان درخن ما قال لبرامر ميردكان يانا يا لبرامر باوكي يانا لبرامر باوكي ميردكان يا خزوريان يا لبرامر كركان يانا يا كراني ميردكان يانا كلجنية تربن مثلا يا لبرابر براكان خواني افريقانا براي ميردكان براي خوان يا برازاكاني خوان يا خشكزاكاني خوان وفسرت الزينة بمواضعها ومنزل الزينة او شلنك زينة كانت يعني فوق السرة او تحت الركبة إيسا فوق السرة يا تحت الركبة فرغناك اتواني سرنجيبا ام جارا وروى ابو داود عن عمري بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرمي قال إذا تزوج أحدكم عبده أمته هل وقت زوج أحدكم عبده أمته هل وقتك مثلا يجيك لأيوة جاريك خوي يعني قرواشك خوي مارك لبندك خوي فلا ينظر إلى عورتها تازيت سرنجي عورتي أو جارية ندى وفي الرواية فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة تواجبين با ما دوني سرة يعني لا سرة برو السر وهلوها فوق الركبة يعني نهوك برو خوال ولا أجنو برو جول سرنجي أو ناحية نظر والرابع نظر لأجل النكاح نظر بأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين جائز بوجه وكفين بخاري رواية كروة لسهل كروي سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم جنيها تخذت في غمرت وخذت فقالت يا رسول الله كيف غمر إخوان جئت لأهب لك نفسي ويهاتم كنفسي خون بتوك يشكشكم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمرت وخذت سرنجي ده فصعد النظر إليها وصوبه صعد يعني نظري برد سره بيايا وكبره إلى فنجي باوت ما شاكر بتاثري وصوبه لسرده بيايا هنا أخوار نظري فنجي داخل ثم فأتأ الرأسه وأمجى سري داخل لأهب يعني أجعل أمري لك تتزوجني بدون مهرين يعني ببي مهري شد بيكم أو تزوجني لمن ترى يا كخو ما بخشم بتو معناه يعني تو مارم كي بلكو مارم كي لهركس بالخوشة فصعد النظر إليها وصوب ونظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها تأتأ يعني خفل رأسه ولم يعد ينظر إليها يا ولم يعد ينظر إليها تدبارين كذا وسنجباته والروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ في غمره فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من أنصاري عافيتكم لقبيل الأنصار ما ركضوا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضغط إليها سرنج الدعوة قال لا فرمي عزك النخير قال فاذهب فانظر إليها برو تمشايك فإن في أعين الأنصار شيئا شكل شاي الأنصار شيئا يعني بكتكو لا يقبي فيختلف عن أعين غيرهن فلقال شاي غيره أنا فرخني ربما لا يعجبك جاري وهي لم لواني لبرشاوتها جوان نبي ترمزي الرواية كروح تحسيني حديثك شي كردوها لمغيره كل شعبور رضي الله عليه وسلم عليه أنه خطب امرأة مغيره خاص بني جنيك كر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها شو سرنجبة فإنه أحرى أن يؤذم بينكما أوش عيسة لبويك دوام حاصل بي لبينتانا أحران أجر يؤذم من الأدم وهو ما يؤكد أن يؤذم بينكما فما بيتت يخور لبينتانا يؤذم وهو ما يؤكد مع الخبز لغمانا أي أجدر أن تكون بينكم المحبة والاتفاق باشا ويدوما هذا معنى الدوامي لكروتو يعني اتفاق لدواء أن يؤدم يعني مثلا لسر سفريك وابنه خوارن وخوراكيك وابنه خورش لبين تعناسيك به خورش بو خواردن خورش بو زندگي خورش معنى المنزولة متواجبين أو أكري أو أبي أم جارة وحمل النظر في هذه الحادثة على وجه الكفين فقط وحمر نزلك يا لكم الله حديثنا لسر وجه كفين لأنه لا حاجة إلى النظر إلى غيره ما شون كان يازنيك غير يؤدو شو أنا شو أنا تسمع شاكا أم جارب ينجمك النظر للمداوات نظر وفزشكي فيجوز إلى الموالع التي يحتاج إليها
مثلا هر موضعي احتياجي بولاي بي اتواني تماشيكا شنو مسلم روايات يقول لجابر رضي الله عنه أن أم سلمة كشذاني في غمر بوا رضا ورحمة خويلبة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة إجازة قرتوا كحجامتك دي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فرماني بأبا طيبة دا أن يحجم أن يحجمها كحجامتي لي بكري هو أبا طيبة ياو هو وتاء أم سلمة كشذاني في غمر بوا ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوجين برام أو مداواتك دكتورك مداواتي جنك أكا أبي جنك محرمك يا ميردكي للابي وألا توجد امرأة تعالجها وأبي جندتك أبو معالجة أقرب جنية دسك أو كاروا أو بياوا إيكا جنك جبيكا أختي معالج وإذا وجد المسلم لا يعذر إلى غيري أقرب دكتوري مسلمان بي نابي بشي ولا غير مسلمان أقرب نبو مجبولة. والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة ششم ويا نظر كيبو شهادة بو معاملة مثلا جنيك بو تشاهد تو شاهدي لمجلسك جنيك مارا أكن أبي بذاني كي مارا كراوا بيبيني يا معاملة شتيك اللي يكر يا شتيكي بيه فروشي أبي نظر كيبو لا وجه بتايبتي شن بوجه ناسريته بو يرى إذا كانت حاجة بار إذا كانت حاجة لمعرفة تلك المرأة قال احتياجه ما بيبو تماشي بوش ناختي أو جنة ولم تعرف دون النظر إليها إذا كانت حاجة لمعرفتك المرأة ولم تعرف دون النظر إليها ولنا سريبا بأسا من جزاء أنا وقت وعلى ما تقول دوكان اللي قررك يا كايا جنة دي معاملة اللي قررك ما شاكي لك هري ناسي فلازم نعكا ما شاكي متواجبين دي أمجارة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها نظر بولاي جارية لكاتك كأشي أي كري يعني لبازارة شي جارية كري فلنجي بذلين بكاتي فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها شاكا جائزة السرنجي أو شوانا نبديك احتياجي ببار وبار كردني هيا حستان ودانشتني وأوانا حاببين دون ما بين السرة والرقبة فلا يجوز النظر إليه نزل بلا أبدا لذني أبجالي قوله صلى الله عليه وسلم موفق بشكل